بعد عام من 25 جوية، السردية اللي جاء بها الرئيس سعيد 25 جوية كونه وسموه عشرية الظلام، يقولك فيها حرية لكن ما وقت نتناش الخبز. لكن كيف نعمل البيلون متاع عام من تفرد سعيد بكل السلطات، هذا حتى إذا ما نسينا العامين اللي حكم فيهم سعيد من 19 ل 21. اليوم بالأرقام، مش أرقام جبهة خلاص، أرقام نعم. المعهد الوطني للإحصاء، نسبة التضخم 8.2، أعلى نسبة منذ 30 سنة. كذلك الدولار يراوح نسبة 3.2 لأول مرة. ماذا قدم سعيد وسلطة سعيد التونسي حتى يكون التونسي مطمئن وذاهب ليصوت لهالاستفتاء، طالما أنه التصويت لهالدستور هو تصويت على سعيد في المطاف؟ لأنه نعم نعم، هو بغض النظر على الحديث على الحريات والحرية والديمقراطية، نضع جانبا قضية الديمقراطية ونضع جانبا قضية الحريات، لأنه فما ناس ممكن الحريات والديمقراطية لا تعنيهم. الآن القضية الأساسية هو أنه الانقلاب وما جاء به جاء بوهم، أو حاول أنه يستعمل الوهم هذا من أجل أنه يحشد الناس حول فكرة أنه لابد أنه يقضي على ما بني في العشر سنوات الفارطة. لكن للأسف الانقلاب والدستور وما يقدم قيس سعيد اليوم ليس له مستقبل بالنسبة لتونس. يعني الشعب التونسي ليس هو الهدف الأساسي لهذا الانقلاب. يعني يقول قيس سعيد أنه الهدف الأساسي ليه هو أنه يفتك الأموال اللي تسرقت من أجل أنه يعطيها للشعب، هذا بعيد عن الواقع بشكل كبير. يعني احنا مش ناخذ حاجة بسيطة، في ناخذ ما يهم المواطن البسيط. انا نقول المواطن البسيط هو المواطن اللي هو في الدرجة نقول المتوسطة، خاصة هذوما اللي هما مرتبطين بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الناس اللي عندهم شركات صغيرة يحاولوا انهم يعيشوا. تقريبا في احدث تقرير باسم رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى يتحدث على أنه 92% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبرون أنفسهم في حالة إفلاس. يعني 92% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي تمثل تقريبا غالبية الشعب التونسي، أكثر من هذا تحدث على أنه 58 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في طريقة إلى الإفلاس. علاش؟ لأنه فما شح في السيولة، فما رفض للبنوك لتمويلها، وتقريبا يحكي على أكثر من 10,000 مواطن لاذوا بالفرار إلى الخارج لأنهم متتبعين عدليا في قضايا الصكوك دون رصيد. يعني احنا واقعنا اليوم هو واقع إفلاس، واقع اقتصاد راكد. اليوم مدين دينا مش قادرين نعيشوا حتى في الحاجات البسيطة جدا. الخطير هو ماذا سيأتي بعد 25 جويلية. يعني المواطن اللي ماشي اليوم ماشي باش يشارك في الاستفتاء، على شنو باش يقع استفتاءه؟ كل الاستفتاء مبني على عملية ضمان حماية رئيس الدولة. ما فما حد شيء يخص لا المنوال الاقتصادي، لا المشاريع الاقتصادية، لا حق الجهات الداخلية، لا حق المناطق الداخلية. يعني أنا والله أنا كنت نسمع قيس سعيد لو أنه قال الهدف الأساسي من الدستور الجديد والاستفتاء الجديد هو أنه باش نغير منوال التنمية في تونس، والله كنت نسمع منوال التنمية في تونس اللي هو تقريبا يركز كل الاقتصاد التونسي في يد 10% من رجال الأعمال في تونس. تقريبا غالبية الشعب التونسي نحكيه على مليون مواطن عايشين من الزبلة، ونحكيه على 1,700,000 مواطن عايشين بأقل من 5 دينارات في النهار. أنا أقول لك يا مواطن باش تمشي تصوت على شنو؟ باش تصوت باش تمشي تقول نعم على شنو؟ نعم اللي باش تقولها باش تعطي أكثر قوة للسلطة الحاكمة في تونس. يعني غدوة إذا يقرر، وهذا هو القرار اللي ماشي فيه باعتبار أنه صندوق النقد الدولي قال له أنا مستعد نعطيك فلوس إذا أنت
تجمد الاجور، وهذا اللي ماشيين فيه. اذا انت تخفض من حق من 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 كتله الاجور، وهذا اللي ماشيين فيه، واذا انت تنقص في المواد الاساسيه، وهذا احنا اللي ماشيين فيه. ثم انه الرئيس سعيد تحدث كثيرا منذ 25 جويلية عن ضروره استرجاع الاموال من هوبا. نعم. البارحه في فرنسا نعم يتم الحديث عن رفع التجميد عن 5000 مليار من مليماتنا التونسية، 5000 مليار من مليماتنا، من أموال بن علي. نعم، أموال بنات بن علي. يعني هو تقريبا قيس عيد أخذ مهمة استرجاع الأموال مش من 25 جويلية 2021، أخذها من 2019 وتعهد بأنه باش يسترجع أموال الشعب التونسي. احنا نحكيه على أكثر من 15 مليار دولار اللي هما يمثلوا ما سرقتها عائلة بن علي وما تبعها، كما اللي قاعدين يخرجوا فيه، خرجوا أمس يظهر لي، ولا باش يخرج اليوم سي سليم شيبوب، وإلا أغلب أنساب وأصهار بن علي. اليوم تقول إنك أنت تسترجع أموال الشعب التونسي، أعطينا ال 15 مليار هذم اللي هم أنت الآن عندك كل السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية قادر انك تتحاور مع الدول هذه موجودة البرة، وقادر انك تسترجع الاموال. في مقابل ذلك شفنا انه الاموال متاع زوز بنات متاع بن علي متاع نسرين اختها وقع رفع التجميد عليه. نعم.